بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا ما استطعنا وما استطعنا صلوا على النبي صلوا على محمد صلوا على محمد السلام على من أعزك لعزك يا السلام على السلام على محمد
الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين صلى الله عليه. تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على
سؤال انتم. اللهم صل وسلم عليه. نسب الشريف قد انتهت المسامع بولاه واستعين بحول الله تعالى وقوته الخوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أكبر الله Oh,
Oh.
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد تقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدة خصال السبيجة ابن آتم واسمه عمر بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي بالتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلام واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فيه واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما قوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرة ابن مدرة ابن الياس وهو أول من أهل البدن إلى الرحال الحامية وسمي في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبى ابن مضار ابن جرار ابن معد ابن أبناء وادا سلك نقص مسفرا إذا بنات سنة السنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عن الشارع وأبا وعدلان بلا ريب الا ذوي العلوم النسبيه للنبي اسماعيل نسبه ومنتمى ومنتهى اللهم صل وسلم على فاعظمي بالاقل انت لقد كواكب الدريه فلا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب تحسب الغنى بحنى خلدتا نجوم الجوزاء وفخاري أنت في اليتيمة العصمة الله صل وسلم وأكرم بي من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أولنا الزين العراقي وارده في مولد علي ورواه صل وسلم حفظ الإله كرامة لمحمد آباء الأول أم يلجأ الصلاة باسمه
تاج الصباح ولمسه معروف بالآلام والأمير سراد سراد النبوة في أصاله غريب البيان وبرد مدره في جبيني تبدي يا عبد المطلب وابني يا عبد الله عبد الله أم جبره الكريم جعل من شرفه بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم Thank you.
Aswali wa kipenzi. ومضي في السماوات والأرض بأمر الأنوار الزاكية وقست له بعد طلقتها من النبات هنا السندسية ونطقت بأمري كل دابة لقريش بفصائل الأرسون العربية وغرت الأسرة والأصنام على الوجود والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب والطالب البحرية ومشرت الجنب أغلان زمني وانتكت كانت ورغبت رومانية وذلك لعبري كل خط حبر حبر خبير وفيه له شريطة أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وصمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا صلى الله ما تراتك كل ما خيرا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه السفي مصطفى وبارك صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الارض رافيا راسه الى السماء العليا مؤميا بذلك رفي الى سدده واولى ومشيرا الى رفعة قدره على سائر البرية وانه الحبيب الذي حسن اتباؤه وسجايا ودعا بامه عبد المطلب وهو يطوف بها في كالبنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منا ودخله الخوبة الغراء وقام يدعوه بخلوص نية وأشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه ولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مخطولا مقطوع صورة بيده القدرة الإلهية طيبا دهينا مكولة بكل الهناية عينا وقيل أثنه جده بعد سبع ليالي سويا وعولم وأطأم وسماه محمدا وأكرم مثواه أفضيناهم خبره الكريم يا ذي شذيل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم عليك عليك الصلاة يا الله يا الله الله مرحبا حبيب الله يا مصطفى يا مصطفى امتمي رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك ولادته حوائج وغرائب غيبية وإلى من بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظا ورد أنها مردة وذو النفوس الشيطانية وهجمت النجوم النجرات كل رجيم وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأرجم الزهرية واستنات بنورها وهاد الحرم وربا وخرج معه نور عظات له قصور الشام القيصرية فرآها من بمطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن القسراوية الذي رفع نوشروان سمكه وسوى وصفت 14 من شرفاته العلوية وقسر ملك كسرى لحول ما صابه وعرى وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغاضت بحيرة السعوات وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية وجهت إذ كف واجب موت السجاج ينالي وحاتك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازات في فلات وبرية لم يكن بها قبل ما ينقع للظما إلاها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراش المكية والبلد الذي لا يضاد شجره ولا يختلى خلا واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال العلماء مروية وراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحما صلى الله عليه to me you wala ba to me you
وسلم وبارك.